أفادت أسوان احتفلت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بأسوان بختام الدورة التدريبية لطلاب وطالبات كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وذلك ضمن مبادرة أنا إخصائي، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل المتدربين للعمل كإخصائيين اجتماعيين في مجالات الخدمة الاجتماعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والسيد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والسيد خالد عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور أحمد محمدين وجمال صيام مرة أخرى. في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للمشكلات المجتمعية، قامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بأسوان بتنفيذ مبادرة أنا إخصائي، والتي استهدفت تدريب 100 طالب وطالبة من طلاب كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وذلك لتأهيلهم للقيام بدورهم المجتمعي في خدمة المجتمع، وبما يساهم في تنمية وتطوير المجتمع في كافة المجالات. مبادرة أنا إخصائي هي مبادرة تنموية تهدف إلى إعداد القيادات وإعداد بناء القدرات للشباب اللي هم طلاب المعاهد والكليات والخدمة الاجتماعية، بغرض تأهيلهم لسوق العمل ويكسبهم بعض الخبرات والمهارات اللي يقدروا يتعاملوا فيها ويخدموا الأفراد ويخدموا المجتمع من خلال البرامج التنموية أو الوظائف الحكومية أو التحاقهم بأي مؤسسات تدريبية فيما بعد. كانت مبنية على إن احنا الأول بنهيئه نفسيا ومن خلال برامج تنمية بشرية، بنشرح له إيه هي، إزاي الثقة بالنفس، إزاي تبني ذاتك، إزاي تقدر تطور نفسك، إزاي تنمي مهاراتك، إزاي تنمي قدراتك وتعرف تستخدمها صح. الجزء الثاني كان عبارة عن أكاديمي، كان بيشرح له تاريخ الخدمة الاجتماعية، دور الخدمة الاجتماعية في بناء المجتمعات خارج مصر وداخل مصر والوطن العربي والدول الأوروبية، النماذج الناجحة من خريج الخدمة الاجتماعية إن كانوا وزراء أو رؤساء وزراء أو رؤساء رؤساء معاهد أو رؤساء جامعات أو وكلاء وزارات مختلفة، والمجالات بتاعتهم موجودين فين وبتواجدوا في كل مصنع وفي كل مدرسة وفي كل جهة حكومية وجهة تنفيذية لازم يبقى فيها علاقات عامة خريج خدمة اجتماعية. فكرنا عايزين نعمل حاجة للأخصائي الاجتماعي. الأخصائي الاجتماعي اللي هو مش واخد حقه في الدولة، فإحنا قعدنا نفكر إزاي نعمل مبادرة أنا أخصائي. جبنا دكاترة متخصصين بيدرسوا الخدمة الاجتماعية، وبعد كده أعلننا عنها، وعندنا عدد كبير من الشباب وزمايلنا ساعدونا في ده وجم وأخدنا المبادرة بتاعت أنا أخصائي، وعشان يبقى يعرف إيه أخصائي بيتعامل إزاي، لأن الأخصائي موجود في المستشفيات وفي الهيئات الحكومية وفي كل مكان. الأخصائي احنا مسمينه السكر والملح، بيدخل في كل حاجة. هذا وقد أشاد الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان بجهود المؤسسة وبدورها العريق في مجال التنمية البشرية، مؤكدا أنها تسير على المسار الصحيح في تأهيل الشباب للحصول على فرص العمل. وأكد السيد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان أن الأخصائي الاجتماعي يعمل في كافة المجالات، معبرا عن تمنيته للمتدربين بأن يكونوا أخصائيين اجتماعيين ناجحين في المستقبل. صاحب المناسبة الطيبة وصاحب الدعوة الكريمة، بشكرك على الدعوة الكريمة، كل الشكر والتقدير لحضرتك. سعداء طبعا بوجودنا النهارده مع أبنائنا الأخصائيين الاجتماعيين. واختتم الحفل بتسليم المتدربات شهادة إتمام الدورة التدريبية في مجالات التنمية البشرية والتخاطب وتعديل السلوك وصعوبات التعلم. مبادرة أنا أخصائي هي مبادرة مجتمعية نفذتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني بأسوان، والتي استهدفت تدريب بعض طلاب كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وتأهيلهم وبناء قدراتهم لكي يكونوا مهيئين للعمل في مجالات الخدمة الاجتماعية المختلفة. من الاحتفال بإتمام الدورة التدريبية للمتدربين في مجالات التنمية البشرية والتخاطب وصعوبات التعلم ضمن مبادرة أنا أخصائي، جمال صيام، قناة طيبة.